طبعا انا مبسوطه جدا ان انا معاكم النهارده للمره الثالثه. النهارده ان شاء الله هحاول ان انا الشغل اللي انا اخدته في الدبلومه الخاصه بالبصمه الكربونيه او حساباتها اللي اخدته تقريبا في 200 ساعه اقدر ان انا اوصله بطريقه سهله وبسيطه لحضراتكم. النهارده ان شاء الله هيكون حساب البصمه الكربونيه للمؤسسات، وكده يبقى احنا الجزء بتاع البصمة الكربونية الحمد لله قدرنا ان احنا نوفيه للأفراد والمؤسسات بالتعريفات بتاعته. في البداية كده حابين ان احنا لما نيجي نتكلم معلش الشاشة مش بنقول ان احنا في البداية كان لازم ان احنا نقول كده حاجة بسيطة ان انا اراجع على الجرين هاوس جاز، ايه هي الغازات بتاعه الاحتباس الحراري او اللي بتسبب الجلوبال وورمنج. احنا متفقين ان هم 7 غازات بس اهمهم هو الكربون دايوكسيد. نسبه الكربون دايوكسيد اللي بتيجي من الوقود الاحفوري والحرق بتاع المصانع واللي بيشتغلوا بالبترول والحاجات دي بتكون 65%. بالنسبة للي جاية من الغابات واللاند يوز بيكون 11%، فالمجموع تقريبا بيكون 76% كربون دايوكسيد. الميثان نسبته 16%، النيتروس أوكسيد نسبته 6%، والغازات الفلورية دي 2%. طيب احنا اتفقنا من المرة اللي فاتت ان انا بحسب كل البصمة الكربونية ايكويفالنت ليه او مكافأة لغاز ثاني اكسيد الكربون. اولا لان اشمعنى هو يعني مش عشان هو نسبته اكبر من الميثان ولا من نيتروس اوكسيد، لا، علشان اولا الميثان والنيتروس اوكسيد تأثيرهم اقوى بس مدة بقائهم في الغلاف الجوي بتكون اقل من الكربون دايوكسيد. فالكربون دايوكسيد تأثيره على المدى البعيد وعلى الأجيال القادمة وعلى حدوث الاحترار والاحتباس الحراري مع المدى البعيد هيزود درجات الحرارة واللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده. فعشان كده أنا بقيسها مكافئ لغاز ثاني أكسيد الكربون، بقيس البصمة الكربونية سواء للأفراد أو للمؤسسات مكافئة لغاز ثاني أكسيد الكربون. طيب كان لازم كمان ان احنا نعرف كل قطاع في الدولة بيساهم بنسبة قد ايه بالنسبة لانتاج الغازات الدفيئة. بالنسبة لقطاع الكهرباء والطاقة هو مسؤول عن انتاج 25% من نسب الغازات الدفيئة، قطاع الزراعة 24%، البيلدينج او المباني 6%، ترانسبورتيشن اللي هي النقل 14%، الصناعة بينتج عنها 21%، وباقي أنواع الطاقة بيصدر عنها 10% من الانبعاثات الخاصة بالغازات الدفيئة. طب أنا علشان أقيس البصمة الكربونية للمؤسسة هبتدي كده بداية غريبة كده ان انا اقول الريبورت اللي انا هطلعه او التقرير اللي انا هطلعه المفروض ان هو يكون عامل ازاي. المفروض ان انا ازاي ابتدي بالتقرير وانا لسه ما حسبتش؟ لا، انا هبتدي بالتقرير لان جزء من اجزاء التقرير هو الحساب بتاع البصمة الكربونية، فلازم اتكلم على صفات، وجزء من الاجزاء بتاعه التقرير هو الحساب الخاص بالبصمه الكربونيه للمؤسسه. المفروض ان انا علشان اعمل تقرير للغازات الدفيئه للمؤسسه ده مش تقرير بيطلعه حد فني فقط، ده شرط ما بين كل القطاعات بتاعه المؤسسه، يعني القطاعات الماليه والقطاعات الفنيه والتجاريه والمحاسبيه والبيئيه، كله بيشترك في قائمة الجرد الخاصة بالغازات الدفيئة بتاعة المؤسسة. لازم التقرير يتسم في إن هو يكون عالي الجودة والمصداقية، لازم التقرير يعبر عن حالة المؤسسة. فلو بدأنا بإن هو لازم يكون له 5 صفات أو يحتوي على 5 إليمنت. اما باجي بعمل التقرير بعمله طبقا للجرين هاوس جاز بروتوكول او بروتوكول غازات الاحتباس الحراري او طبقا لمواصفه الايزو 14064.
مواصفة الايزو بقى دي بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان البروتوكول بتاعي لازم يكون فيه ريفيليانس، ملائمة. يعني ايه ملائمة؟ اولا لازم مخزون الغازات الدفيئة يعكس جرد للغازات الدفيئة مناسب، يعني ما ينفعش يكون المخزون او الحاجات اللي انا قستها مش هي دي الموجودة في المؤسسة، لازم يكون المخزون قد الجرد. انا جربت وحسبت النسب بتاعة الاستهلاكات بتاعة المؤسسة اللي بينتج عنها الغازات الدفيئة دي اللي انا جربت بيها بالفعل. طيب علشان اعمل كده المفروض ان انا اعمل ايه؟ بداية احدد الهيكل التنظيمي بتاع المؤسسة، اشوف ايه القطاعات اللي بتتكون منها المؤسس، يعني عندي قطاع مالي، عندي قطاع تجاري، عندي قطاع انتاج وتوزيع، عندي قطاع مشروعات، عندي اشوف ايه هي الهيكل بتاع المؤسسه بتتكون من كم قطاع، احدد الحدود بتاع العمليات بتاعتها. يعني ايه حدود العمليه؟ المؤسسه ايه؟ لازم اكون عارفه ان المؤسسه مسؤوله عن انتاج ميه شرب، غير مؤسسة مسؤولة عن معالجة مية صرف، غير مؤسسة بتنتج أسمنت. كل مؤسسة لازم أحدد الباوندرز بتاعتها، الحدود بتاعتها، الموقع بتاعها، وأحدد النشاط اللي أنا هقيس له البصمة الكربونية. لازم تاني حاجة الريبورت بتاعي يتسم بالكومبليتنس أو الاستيفاء. يعني إيه؟ يعني لازم احسب الحدود بتاع المخزون بتاعي وابتدي ان انا اجمعها. طب نفترض ان انا في داتا مش عارفه اوصل لها. مفيش حاجه اسمها داتا مش عارفه اوصل لها، امال احنا قلنا ازاي ان هي تكاتف كل القطاعات بتاعت الشركه. فلو في حاجه انا مش قادره اوصل لها ببتدي اخاطب القطاع، مثلا وليكن انا بحسب بصمه كربونيه المحطه بتاعت انتاج ميه ومش عارفة نسب الوقود بتاعة العربيات الموجودة في المحطة، أنا مش يعني دي مش خاضعة ليا، فببتدي أخاطب الجراج اللي هو مسؤول عن حركة السيارات دي وأشوف نسبة الوقود اللي بتستهلكه العربيات اللي عندي جوه المحطة قد إيه، سواء كانت اللي بتنقل الموظفين أو اللي بتنقل الكيماويات. ما عرفتش اوصل لها ابتدي اخاطب القطاع المالي اللي بيحاسب على الوقود اللي بتستهلكه العربيات دي. المهم ان انا اوصل لطريقه ان انا اجيب بيها بيانات صحيحه وفعليه، ما تكونش فيها اي يعني زي ما بيقول ضرب كده، يعني لازم المخزون اللي انا بحسبه يكون جرد شامل ما فيهوش اي نسبه الانسرتينتي فيه او نسبه الخطا فيه تكون قليله جدا. طيب لو انا مثلا اتفقنا ان احنا عندي حاجه مش عارفه ان انا اوصل لها، ببتدي انا اشوف احدد كميه الانبعاثات بتاعتها رفلي او ان هي مش هتاثر لي على المخزون، فبحدد كميه مناسبه للبيان اللي انا مش قادره اوصل له بحيث نسبه الخطا بتاعتي تقل. طب لازم الريبورت بتاعي يكون فيه كونسيستنسي. يعني ايه اتساق؟ هو انا دلوقتي بحدد ان انا هقيس لمؤسسه معينه او لباوندري معين، هقيس المحطه الفلانيه تابعه للشركه الفلانيه. لازم ان انا بحدد مراجعه للقياس، يعني انا هقيس انيوالي كل قد ايه؟ هقيس كل سنه، هقيس كل 6 شهور، وابتدي ان انا اقارن البيانات دي ببعضها. محدش بيقول لنا ان انت ليك حد معين، لكن انا مقارنه البيانات دي هقدر ان انا اول قياس ابتدي انقله لصناع القرار واقول لهم البصمه الكربونيه بتاعت المؤسسه بتاعتكم كذا. طيب احنا هناخد اجراءات معينه، الاجراءات دي بعد 6 شهور هبتدي اقيس تاني واشوف ايه البروجريس اللي حصل، هل ان انا قدرت استوفي او قدرت ان انا اعمل اقلل البصمه الكربونيه بتاعتي نسبه للقرايه اللي قبلها. طب لا انا هكمل وهعمل حل جديد او تخفيف جديد. طب المفروض ان التخفيف ده هيقلل لي البصمه الكربونيه نسبه للقراءه الثانيه وانا بقرا القرايه الثالثه مثلا، فلازم يكون في استمراريه في عمليه القياس، مش مجرد ان انا بقدم ريبورت والحمد لله خلصت على قد كده،
لا ده في لازم يكون الريبورتات بتاعتي مستمرة ومقارناتي مستمرة، لازم يكون الريبورت بتاعي بيتسم بالترانسبيرنسي او الشفافية. الشفافية بمعنى ان الريبورت يكون فيه درجة عالية من النزاهة، انا ما بضربش ارقام، ما بحطش حاجة انا مش عارفة قيمتها او مش قادرة ان انا اقدرها، لان انا ببتدي اخد بياناتي لازم تكون ليها ريفرنس، ليها مرجع. لما يجي اوديتور يفتش عليا او مفتش هيراجع البيان بتاعي يلاقي مرجع، انت جبتي الداتا دي منين؟ مين اللي قال لك ان نسبه استهلاك الوقود عندك في المكان ده او في النطاق اللي انت حددتي ان انت هتقيسي عليه كانت كده؟ مين اللي قال ان نسبه الكهرباء كده؟ فلازم يكون في ترانسبيرنسي بمعنى شفافيه ونزاهه في القياس. خامس حاجه الاكيورسي اللي هي الدقة، زي ما اتفقنا ان انا لازم اميل الريبورت بتاعي للدقة بشكل كبير، ولو انا مش قادرة احدد بيان معين بشوف هل له تأثير وزن قد ايه في عملية الانبعاثات. لو هو كان تأثيره بسيط جدا وانا متأكدة من الكلام ده ممكن اتلاشى البيان ده واكتب في التقرير بتاعي ان انا ما قدرتش اوصل لمصدر البيان ده، او ان انا اقدره تقدير يعني النسبه بتاعته كذا، بس ده بيكون تقديري وبكتب في الريبورت بتاعي ان البيان ده انا ما قدرتش اوصل له وانا قدرته بالطريقه دي. طيب علشان ابتدي بقى احسب اعمل ايه؟ اول حاجه انا مش هقوم الصبح اقول ان انا هحسب النهارده، لا انا لازم اختار فتره معينه، زي ما احنا قلنا في البيت ان انا هحسب مثلا البصمه الكربونيه بتاعتي في الشهر حاجه او في الاسبوع، هشوف اجمالي استهلاكاتي قد ايه، انتقالاتي قد ايه، اكلي للحوم قد ايه، اسرافي في استخدام الطاقه قد ايه. برضو في المؤسسه لازم اختار فتره معينه، يعني انا هقيس للمحطه دي سنه 22 اللي هي السنه اللي فاتت، الفترة دي هي إجمالي الانبعاثات اللي أنا هقيسها للمحطة دي، لازم أختار سنة الحساب. طيب بعد كده أحدد الأنشطة اللي بتقوم بيها المكان اللي أنا هقيس له، المكان اللي أنا بقيس له ده محطة لإنتاج المية، طب إيه النشاط اللي بيقوم بيه؟ هو إنتاج المية. طب أبتدي أشوف أجزاء المحطة دي إيه وأجمع كل جزء بيستهلك إيه والاستهلاك ده بينتج عنه انبعاث قد ايه، وده بيتعمل بالحساب. يعني انا في الاول هختار السنه اللي انا هحسب عليها، بعد كده هختار المكان اللي انا هحسب له وهحدد النطاق بتاعه اللي هي النشاط بتاعه ان هو محطه انتاج ميه، لا محطه معالجه صرف. بعد كده المحطه دي مكونه من بروسيس، البروسيس دي ليها اجزاء، كل جزء ايه اللي بيستهلك فيه وبيقوم بانبعاث قد ايه، وابتدي اعمل الحسابات بتاعتي. بعد كده بحط الحسابات بتاعتي دي في المعادله اللي احنا قلناها، ان انا بحط اجمالي الاستهلاك من اي حاجه في معامل الانبعاث بتاعها عشان احسم البصمه الكربونيه للمكان بتاعي. طب الريبورت بتاعي لازم يكون فيه خطوات او اجزاء طبقا لبروتوكول الجرين هاوس جاز ايميشن، لازم احدد المصدر، أحدد طريقة الحساب، أجمع البيانات بتاعتي وأختار عوامل الانبعاثات، أطبق بقى وأجمع بياناتي وأبتدي أعرض الريبورت ده على المؤسسة علشان تقول فعلا اللي جايب منه كمية الكهرباء يقول آه فعلا هي دي البيانات اللي أنا سلمتها لك، اللي جايبه منه كميه الوقود يقول لي هي دي البيانات اللي انا سلمتها لك، عشان اقدر اقول ان الموضوع بتاعي ريفرنس يعني له مرجع. طب تعالوا نشوف ايه الخطوات دي. اول حاجه احدد المصادر، يعني وليكن انا هشتغل على محطه معينه المفروض ان فيها وقود، هل الاحتراق بتاعي ثابت؟ يعني بمعنى ان المحطه دي فيها أفران، فيها توربينات، فيها سخانات، فيها محارق، محركات، ده الوقود اللي موجود في المكان، يعني أجهزة جوه المكان، فبسميه الاحتراق الثابت أو الستيشنري كومبشن. طيب
الاحتراق المتنقل اللي هو من خلال السيارات، سواء السيارات اللي او القطارات او الطيارات اللي بتنقل لي وتشحن لي المواد الرو ماتيريال او المواد اللي انا انتجتها، ده برضو وقود انا بيحسب عليا. بس هشوف دلوقتي يعني ايه يحسب عليا. يبقى انا بحدد الوقود اللي انا بستخدمه، اذا كان هو ثابت في المكان من خلال معدات موجوده بتستهلك وقود عندي في المكان، ولا عربيات وشواحن بتنقل لي الرو ماتيريال او المنتج بتاعي. طب بالنسبه ل ده قلنا المعدات والنقل، بالنسبه للعمليه نفسها باجي على العمليه نفسها، انا محطه انتاج ميه، الميه داخله عكره هتدخل على خزان ميه عكره، هتطلع من الخزان على مروح، هتروح من المروح على مرشح، هتدخل على خزان ميه نقيه. كل خطوه اللي انا بعملها في العملية الانتاجية بتاعتي، هو انا لازم اعرف العملية الانتاجية ده هي دي اللي انت بتتحاسب عليها، هي دي اساسك اللي انت بتتحاسب عليه، انت انتجت ايه قد واستهلكت ايه قد الانبعاثات الغازية الربا. خلينا نبسط الكلام، مثلا انا كشركة مية انتجت مثلا 1 متر مكعب، وليكن 1 متر مكعب مية، بس اللي اتباع عندي 3 ارباع متر مكعب، امال الربع ده راح فين؟ ده بنسميه تسرب، سواء كان في الوصلات الخالصة او سواء كان في الكسور اللي بتحصل في الشبكات. برضو عندي في البصمه الكربونيه في انبعاثات معلش متسربه، يا ايه دكتور، المتسربه دي؟ ممكن يكون في معده عندي دكتور بتطلع ياسر، زي ابخره حصل عايزه تتشحم، دي بنعتبرها ايوه معلش ايوه رقم 3، معلش عشان صوتكم بعيد. ايوه مع حضرتك، ايوه باشمهندس مع حضرتك باشمهندس، السلايد رقم 3 يا دكتور. أرجع لثلاثة باشمهندس، سلايد رقم ثلاثة دي، أيوة باشمهندس هي دي، باشمهندس باشمهندس ايوه هي دي يا دكتور، معلش الصوت كان بيقطع فيها دلوقتي. باشمهندس حضرتك معايا؟ طيب معلش، احنا كنا بنتكلم على الانبعاثات، سواء ببتدي اشوف عندي بالفعل جوه المكان اللي انا بستخدمه معده نفسها بتستهلك وقود زي سخانات غلايات حاجات زي كده، او معدات حاجات متنقله اللي هي من خلال العربيات اللي بتنقل لي موظفين او بتنقل لي الرو ماتيريال المواد المستخدمه في الانتاج او بتنقل لي المنتج بتاعي. الانبعاثات بقى بتاع العمليه اللي هي تهمني انا، اللي انا مسؤول عن عمليه معينه وليكن هي انتاج الميه، فببتدي اشوف ايه هي الخطوات بتاع العمليه. خطوات العمليه بتاعتي هي ان في ميه عكره دخلت على المحطه، دخلت على المروقات، اخذت جرعه كلور وشبه، مشيت في ال3 اجزاء بتاعت المروق، بعد كده راحت على المرشح واخدت جرعه الكلور النهائي بعد المرشح ودخلت على الخزانات ومنها للشبكه. هي دي العمليه اللي انا مسؤوله عنها، هي دي العمليه اللي انا بتحاسب على كميه الانبعاثات اللي بتخرج منها، بستهلك ايه انا بقى في العمليه دي علشان يخرج لي غازات الجرين هاوس جاز ايميشن. بعد كده قلنا الانبعاثات المتسربة اللي احنا اتفقنا ان ممكن يكون في معدة حصل انه فيها تسريب لأبخرة معينة عايزة تتشحم، فدي بنسميها انبعاثات متسربة ودي بتكون نسبتها قليلة جدا. طيب لازم افهم يعني ايه نطاق، احنا بنقول بنحدد النطاق بتاع القياس، انا بقيس على 3 نطاقات. نطاق واحد يعني الانبعاثات بتاعتي يا اما تكون دايركت انبعاثات مباشره يا اما انبعاثات غير مباشره، المباشر بسميه واحد والغير مباشر اللي هو النطاق التاني والتالت. طب انا هعرف منين احدد انا نطاق واحد ولا اتنين ولا تلاته؟
اي حاجه تخص العمليه الانتاجيه بتاعتي، يعني انا بستهلك وقود علشان انتج ميه، بستهلك مثلا معدات عربيات علشان انا اللي بملكها، الشركه نفسها هي اللي بتملكها، فبتصرف في استهلاك وقود، ده بيخدم على او بيخدم العمليه الانتاجيه، وجوه العمليه نفسها بستخدم كيماويات. اي حاجه تدخل جوه العمليه اللي انا محدده لها ان انا هقيسها دي بتعتبر نطاق واحد. خلاص، اي حاجه بقى انا بشتريها، خلاص، زي ما مثلا وليكن الكهرباء، هو مش انا اللي بحرق الوقود الاحفوري عشان انتج الكهرباء، ده شركه الكهرباء هي اللي بتعمل كده وانا بشتريها، فانا بحسب كميه الكهرباء اللي انا بستهلكها على ان هي نطاق 2. اي حاجه بشتريها فانا مش انا المسؤوله عن انتاجها، زي الكهرباء فدي نطاق تاني، فلما اجي اشوف نسبه الكهرباء اللي انا بستهلكها ده يبقى نطاق 2. النطاق الثالث اي حاجه بتخدم على العمليه الانتاجيه، يعني مثلا انا في موظفين عندي هيروحوا يمثلوا المؤسسه بتاعتي في مؤتمر، فهيسافروا بالطيران، هل الطيران ده داخل جوه العمليه الانتاجيه؟ لا، بس سمع باسم شركتي بره وخدم على العمليه بتاعتي، فده بيعتبر نطاق 3. الويست اللي انا بطلعها، المخلفات سواء كانت مخلفات كيماويه او مخلفات صلبه، مش انا اللي بحرقها ومش انا اللي بتخلص منها، ده شركات تانية، فده بيعتبر نطاق تالت، بصمه كربونيه لمؤسسه. فقلت ان انا حددت السنه بتاعت اللي هقيس فيها، حددت النشاط بتاع المؤسسه بتاعتي، حددت بدات اجمع البيانات، وبدأت أشوف أقسم البيانات دي على حاجة اسمها نطاق. النطاق ده إحنا عندنا 3 نطاقات، نطاق 1 2 3. النطاق الأولاني ده اللي هو بيسميه الانبعاثات المباشرة، والنطاق التاني والتالت هو الانبعاثات اللي غير مباشرة. فأنا برصد البيانات بتاعتي بتاعت النطاق الأولاني والتاني والتالت، أنا في مرحلة رصد البيانات. النطاق الأولاني معناه أي حاجة داخلة في العملية الإنتاجية دي هتبقى في النطاق الأولاني. بمعنى إيه؟ أنا مثلا كشركة مية، شركة مية بتستهلك وقود سواء كان في تشغيل المحطات في المحطة نفسها أو في نقل الموظفين لو العربيات كانت بتاعتها، هي ملك للشركة نفسها. بستخدم كيماويات علشان أعالج المية، بستخدم سوى التشحيم علشان اشحم المعدات بتاعتي وتشتغل بطاقتها وما يحصلش تسريب. كل الحاجات اللي انا بستخدمها جوه العملية بتاعتنا بحطها البيانات بتاعتها وكمياتها في الجدول بتاع النطاق 1. بعد كده اروح على اللي هي النطاق 2 و3، دول الاندايركت او الانبعاثات الغير مباشرة. الانبعاثات الغير مباشرة دي اللي هي في نطاق 2، اي حاجة بشتريها، بمعنى الكهرباء دلوقتي علشان محطات الكهرباء تنتج كهرباء بتحرق وقود احفوري عشان نحصل على الكهرباء، مش انا اللي حرقته، انا لو عندي مولد جوه المحطة انا بدخله في النطاق الاولاني لان انا اللي حرق الوقود بتاعه عشان انتج كهرباء، لكن انا شارية الكهرباء دي من شركة الكهرباء بحطها في النطاق الثاني، وبشوف الكمية اللي أنا استهلكتها قد إيه وأحطها في الجدول بتاع النطاق 2. النطاق التالت أي حاجة بتخدم على العملية الإنتاجية، يعني بعض الأماكن بيكون فيها عربيات مؤجرة، العربيات المؤجرة دي كمية البنزين اللي بتستهلكها أو الوقود اللي بتستهلكه ده داخل في النطاق التالت. الويست او المخلفات سواء كانت مخلفات كيميائيه او مخلفات صلبه، المخلفات دي مش انا اللي باخدها اتخلص منها او بحرقها او ايا كان طريقه التخلص، بدفنها او ايا كان، دي في شركات معينه خاصه بنقل النفايات، دي داخله تبع النطاق الثالث. مثلا طيران، لو انا بسفر الموظفين بتوعي عشان يحضروا مؤتمرات، المسافات اللي بيقطعوها وبعد بشوف البنزين بتاع الطيران ده من شركة الطيران على حسب المسافة اللي بياخدها، ببتدي
ابتدي ادخلها في النطاق الثاني. فانا كده جمعت البيانات بتاع النطاق الاولاني والنطاق الثاني والنطاق الثالث. الاولاني كان الانبعاثات المباشره، الثاني والثالث الغير مباشره، الثاني الحاجات اللي انا بشتريها، والثالث الحاجات اللي بتخدم او بتخدم على العمليه الانتاجيه. بعد كده بنقول ان انا احدد طريقه الحساب للجرين هاوس جاز بروتوكول. اسهل طريقه للحساب هي ان انا بشوف الكميه قد ايه واضربها في معامل الانبعاث بتاعها. طيب انا جمعت البيانات دلوقتي وستفتهم في نطاق واحد واثنين وثلاثه خلاص، وحددت طريقه الحساب بتاعي. اطبق بقى اضرب الكميه في معامل الانبعاث بتاعي واشوف كل حاجه هتعمل لي ايميشن قد ايه من الحاجات اللي انا استهلكتها. طيب ابتدي بقى اجمع الاستهلاكات اللي تمت في النطاق الاولاني والاستهلاكات اللي تمت في النطاق الثاني والاستهلاكات اللي تمت في النطاق الثالث، وابتدي اجمعهم مع بعض ده في خلال اكسل شيت لكل نطاق لوحده، وبعد كده اجمعهم مع بعض. ده بيبقى اجمالي البصمه الكربونيه بتاعه المكان اللي انا حددت له القياس. طب التقرير ده بسميه تقرير افصاح. المفروض ان انا قبل ما بطلعه في فورمته النهائيه برجعه تاني للقطاعات اللي كانت مساعداني في الحصول على البيانات علشان تقر بان القيم دي صحيحه. مفيش قيمه انا كاتباها كده، لان بعد كده هيكون في اوديتورز هتفتش عليا وهتقول لي اذا كان في شفافيه ونزاهه ودقه في جمع البيانات دي من عدمها. طب علشان اقلل البصمه الكربونيه، طبعا علشان اي مؤسسه تبتدي تحسب لنفسها، احنا قلنا اسهل طريقه للحساب طبقا للايزو 14064 او جرين هاوس جاز بروتوكول ان انا بضرب الكميه في معامل الانبعاث. هجيب منين معامل الانبعاث؟ معامل الانبعاثات دي مصر لسه ما حددتش معاملات الانبعاثات الخاصة بالاستهلاكات بتاعتها من وقود وكهرباء وحاجات تانية، فاحنا بناخدها أقرب حاجة لينا من وليكن أنا استهلكت كيلو وات كهرباء. الكيلو وات الكهرباء ده بيعمل ايميشن قد إيه؟ بيعمل ايميشن 1.38 كيلو جرام كربون دايوكسيد. فأنا بقول أنا استهلكت 10، يبقى هضرب ال 10 كيلو وات دول اللي أنا استهلكتها في العملية الإنتاجية عملت ايميشن قد إيه؟ وطبعا احنا فاهمين ان الكهرباء دي هتتحط في النطاق الثاني. مثلا انا استهلكت مثلا كيروسين على العربيات بتاعتي، استهلكت كميه كيروسين، دي عربيات خاصه بيا انا ملك للمنشاه نفسها، بس بتاعها واحطها في النطاق الاولاني. مثلا عندي كميه ورق، الورق ده داخل في العمليه الانتاجيه لان هو بيطلع بيه ريبورتات والحاجات دي، فهشوف كام طن ورق استهلكته واضربه في معامل الانبعاث بتاعه واحطه في النطاق بتاعه. طيب بعد كده مثلا ده فورم يعني سكرين شوت كده لجدول احنا جايبينه من على السايت بتاع الامم المتحده في كل معاملات الانبعاثات. كل ماده بتستخدم بتطلع قد ايه ايميشن من الكربون دايوكسيد، من الميثان، من النيتروس اوكسيد، وفي الاخر بتتحسب ايكويفالنت مكافئ لثاني اكسيد الكربون. جينا قلنا لو انا عايزه اقول مثال على مثلا محطه ميه، لو انا عايزه احسب بصمه كربونيه لمحطه ميه، طبعا محطه ميه فيها منشا اداري وفيها مرحله المعالجه نفسها اللي هي المحطه نفسها. طيب انا هبتدي اشوف مراحل المعالجه بتتم ازاي. اولا هاخد مرحله مرحله واشوف انا بستهلك ايه فيها واحط الكميه بتاعته. يعني انا الميه العكره بتاعتي بتدخل على خزانات ميه عكره، بتتجمع من المصدر بتاع الخزانات، بتترفع برافع او ببامبس. البامبس دي المضخات بتستهلك كهرباء، استهلاك الكيلو وات كهرباء احنا قلنا بينتج 1.38 كيلو جرام من الكربون دايوكسيد. بتدخل بعد كده على خزان تجميع المياه العكره من خلال بامبس برضو، الاستهلاك فيها بيكون كهرباء مثلا وزيوت تشحيم.
بتدخل على المروق، المروق أول مرحلة فيه الفلاش ميكسينج، فيه استهلاك لشابة وكلور وكهرباء، بشوف استهلاكات الشابة والكلور والكهرباء قد إيه. بعد كده بتحط تنشر على اللي هي بتاع الترصيف، الترصيف ده بيبقى مركز المروق وبيبقى عبارة عن استهلاكات كهرباء. بيتضاف فيه قرعة كلور واحط كده بالضبط في بعض الأحيان، بتحسب كمية الكلور اللي أنا ضفتها وتظبط معامل الانبعاث بتاعها. بعد كده بنروح على الفلاتر، الفلاتر دي بتكون عبارة عن مرشحات رملة وزلط، بتدخل المية من المروقات آخر مرحلة اللي هي الترسيب على الفلاتر، في الفلاتر بتعدي المية على الزلط والرملة، وبعد كده بتضاف جرعة كلور نهائي، فهنا في جرعة كلور وفي كهرباء برضه. خلاص يبقى انا حسبت للمراحل بتاعه الميه كميه ايه الاستهلاك. بعد كده دي اللي هي داخله في عمليه الانتاج بتاعي، اللي هي المين تاسك اللي بتعملها الشركه. طب هل في حاجات بقى تانية؟ في مثلا ممكن الكهرباء تقطع واشغل مولدات بديزل. ديزل ده اللي بينتج قد ايه، مثلا الكيلو من الديزل بينتج قد ايه كيلو جرام من الكربون دايوكسيد، لو بستخدم ناتشورال جاز، لو بستخدم كيروسين، لو في عربيات بتنقل لي المواد الكيميائيه بتاعتي الشابه وكلور، لو هي ملك ليا بحطها في النطاق الاولاني، لو في شركات تانية هي اللي بتنقلها لي، دي انا ليا دعوه بقى ساعتها بكميه الشابه والكلور، ماليش دعوه بالعربيه بتاع الشركه اللي جايبه لي مثلا الشابه، دي هتدخل في النطاق الثالث. خلاص زيوت التشحيم علشان المحطه تمشي لازم يكون في تشحيم مستمر للمعدات بتاعتنا. الكيلو جرام من زيوت التشحيم بيعمل انبعاث قد ايه من الكربون دايوكسيد، فلازم كل ده ابتدي اجمع بياناتي وارمي في الشيت بتاع النطاق الاولاني، وارمي في الشيت بتاع النطاق الثاني، وارمي في الشيت بتاع النطاق الثالث، وابتدي اجمع نطاق واحد واثنين وثلاثه، ويبقى ده بتاع محطه المويه. طب لو انا عندي محطه بقى، يعني محطات زي محطه الصرف مثلا، محطه الصرف عشان ناقص لها بصمه كربونيه، احنا متفقين ان معالجه الصرف بتصرف كميه انبعاث لغازات الاحتباس الحراري اكتر من عمليه معالجه الميه. لازم برضو في مبنى اداري، وفي ما لازم الموظفين قاعدين في مبنى اداري غير الناس اللي جوه في المحطه غير التشغيل نفسه. خلاص فببتدي اشوف العمليه الانتاجيه ماشيه ازاي، بشوف كل مرحله من مراحل المعالجه، الاول اللي هي الميه بتاعت الصرف بتتجمع ازاي، وبشوف كل استهلاك لمرحله مرحله، وابتدي اشوف ايه المكونات بتاعتها واضربها في معامل الانبعاث بتاعها. فلو اتفقنا دي مراحل، دي صورة المراحل المحطة بتاعة معالجة مية الصرف العادية. فخلينا نشوف أول حاجة السكرينينج بامب، دي بتستهلك كهرباء. مية الصرف بتدخل على البامبس عشان تدخلها على السكرين اللي بتحجز العوالم كبيرة. خلاص ودي كلها شغاله بالكهرباء، الجريت ريموفال دي برضو استهلاكات للكهرباء، واحنا عندنا معامل الانبعاث وعندنا كمية الكهرباء. بعد كده في المرحلة بتاعت السيتلينج دي بحتاج فيها لشابة وكلور والكهرباء، طبعا الكهرباء مستمرة معايا كل مرحلة من المراحل دي. بعد كده بندخل على مرحلة الإيريشن اللي هي الإير بابلز دي، عشان تتعمل برضو محتاجة رييتور، وده بيشتغل بالكهرباء.
أنا بقول أبسط طريقة، يعني أنا بتكلم على مثال بسيط جدا، إن أنا بس هي لو دخلنا في العملية الإنتاجية واحدة واحدة هنلاحظ إن في حاجات أكتر كمان من كده. بعد كده في مرحلة السكندري سيتلينج أنا بستخدم بي اتش نيوترلايزر، بستخدم أنتي فومينج وكوأجيلانت وفلوكيلانت، وفي برضه كهرباء داخلة معايا في الموضوع، وبحسب الكميات بتاعتي وأضربها في معاملات الانبعاثات بتاعتي. بعد كده عملية السلاج هي دي أكتر حاجة بتنتج بصمة كربونية في المحطة. السلاج ده يتكون طبعا أنا لازم أطلعه وأجففه وأخده أنقله على العربيات خلاص عشان انقله بقى اشوف طريقة التخلص بتاعته. فانا محتاجة اشوف العربيات دي بتشتغل بايه، بتمشي بناتشورال جاز، بتمشي بكيروسين، بتمشي ببنزين، اي كان زيوت التشحيم الخاصة بالعربيات، اي حاجة بقى تخص عملية النقل بتاعت دي هتدخل في الحساب بتاعي. خلاص بعد كده كده احنا خلصنا المراحل. هشوف بقى الحاجات برضه المرحلة، احنا هنا بقى بنبتدي مثلا كتجميعة كده، بنقول ان احنا يعني بعض البيبرز برضه بتقول ان عملية البايب تريتمنت مثلا متر مكعب بينتج ايكويفالنت لغاز ثاني اكسيد الكربون 0.25، عملية السلاج والتخلص منه المتر المكعب بينتج 1.46، الكيميكالز اللي بتستخدم في عملية المعالجة بتاعة الصرف مثلا المتر المكعب من الصرف بيستخدم كيماويات ايكويفالنت ليها من ثاني اكسيد الكربون من الانبعاث بتاعه 0.3، الباور اللي بيستخدم في المحطة بالمتر المكعب عشان ينتج بيستهلك 0.353. طبعا متفقين ان احنا عندنا برضو جزء خاص بعملية النقل بتاع الموظفين، الكافيهات اللي جوه المحطة، الزيوت التشحيم، الورق، الاحبار، التكييفات، اند سو اون، اي حاجة بتدخل في العملية الانتاجية ببتدي انا احدد لنفسي هل دي لو ما كانتش موجودة العملية الإنتاجية هتقف. يعني أنا مثلا ما عنديش تكييف، العملية الإنتاجية هتقف يعني الموظفين مش هيشتغلوا، لا يبقى ده حاجة بتخدم على العملية الإنتاجية. ما عنديش كهرباء، لا مفيش حاجة اسمها كده، لو أنا عندي كهرباء قطعت بحول على الديزل على طول مولد الديزل وانتج لنفسي كهرباء. في الحالة دي الجزء الوقود اللي أنا استهلكته دخل في نطاق 1، وأما أرجع تاني على خط الكهرباء أشوف أنا بقى استهلكت قد إيه كهرباء وأرجع تاني على نطاق 2. طيب الناس بتسأل بتقول بعد ما انا جمعت البيانات بتاع نطاق 1 ونطاق 2 ونطاق 3 وجمعتهم الثلاثة على بعض وبدأت القطاعات تراجع بياناتها ان هي مسؤولة عنها صح، بعد كده برفع التقرير لمين؟ برفعه لمتخذ القرار. بيعمل بيه ايه متخذ القرار؟ بيبتدي يشوف، بيسأل يا جماعة الفنيين بتوعه ايه اللي وقع او زود البصمة الكربونية بتاعتي بالطريقة دي؟ بيقولوا له لا انت عندك استهلاك الكهرباء عالي، فايه الاجراء اللي انت هتتخذه؟ لا انا هلجأ لطاقة شمسية. إيه لا انت عندك استهلاك الوقود عالي، العربيات اللي بتنقل الموظفين، لا انا هعمل نقل جماعي بدل ما كل مثلا على حسب الدرجات الوظيفيه كل حد بيتنقل بعربيه، هعمل نقل جماعي، لا انا هستخدم العربيات اللي بتنقل بكهرباء وهلغي الوقود. هيبتدي يشوف ايه البروجريس اللي هو هيعمله في كل مره. كل مره هو بيقيس تاني ويبتدي ينسب يشوف نفسه قل قد ايه. انا هشجر المكان، لا انا هستخدم مواد صديقه بدل الكيماويات للبيئه، وهكذا. في كل مره انا بقلل فيها البصمه الكربونيه. في حد بيجي يفتش عليا؟ اكيد في تفتيش خاص بيه، هيكون في تفتيش خاص بالبصمه الكربونيه لان هو هيبقى اجراء لازم يتخذ على الشركات كلها.
علشان نقدر نحسب البصمة الكربونية للدولة. وزي ما اتفقنا احنا احد الدول النامية، انا ماليش يعني كمصر ماليش افكت على البصمة، يعني كمية الجرين هاوس جاز غير 0.06 يعني 6%. لكن انا في دول متقدمة هي المسؤولة عن زيادة الغازات الدفيئة دي، بقى هتبتدي ان هي تعوضني في ايه؟ ان هي مثلا تنقلي النو هاو بتاع بعض الصناعات، تدرب لي ناس فنيين بتوع على تكنولوجيات جديده، تنقلني من الطاقه الغير متجدده لطاقه متجدده. وهي نفسها الدول المتقدمه دي هتبتدي تاخد اجراءات في ان في صناعات معينه هيتم استبدالها، علشان الصناعات دي ليها مثلا صناعه الاسمنت دي لازم يشوفوا حاجه ليها لان بصمتها الكربونيه عاليه. هيبتدوا ان هم يخففوا يعني طرق للتخفيف بتاع الانبعاثات بتاعتهم بأي طريقة، والتحول لطاقة متجددة عشان تقلل البصمة الكربونية على مستوى العالم، وما نوصلش ل 2050 زي ما اتفقنا ان درجة الحرارة تزيد، ونرجع لأول محاضرة تاني يحصل السايد افكت اللي احنا قلناه، الجليد يدوب ومستوى سطح البحر يزيد والدول تغرق، ويحصل بعض المزروعات الدول يحصل فيها جفاف فالمزروعات تموت والحيوانات تبتدي تنقرض، ويحصل هجرة سكانية وتغير لخريطة العالم، ونرجع لنفس النقطة اللي احنا كنا خايفين منها. فاحنا بنجري بكل طاقتنا ان احنا ما نوصلش للمرحلة دي. كده انا خلصت ومتشكرة جدا لحضرتك. شكرا لحضرتك يا دكتور المحاضرة دي. ربنا يخليك. طبعا يا جماعه انا بتكلم في ان احنا المحاضرات يعني الجزء ده احنا خدناه على وقت طويل جدا، انا حاولت ان انا المه بطريقه سهله شويه واقدر ان انا اما يتذكر قدامكم يعني ايه تقرير افصاح المؤسسه، يعني ايه الكلمه دي، يعني ايه احدد نطاقي، ايه النطاقات الخاصه بالمؤسسه، يعني ابتدي اقيس ازاي. انا دلوقتي عايزه اقيس ومش عارفه اعمل ايه، ايه الخطوات اللي اعملها عشان اقيس، احدد سنه، احدد النشاط بتاع المؤسسه اللي انا هقيسها، الجزء اللي انا هقيس له ابتدي اجمع بيانات واتاكد من دقتها بالتعامل مع القطاعات المختلفه، ابتدي احدد طريقه الحساب، اضرب البيانات بتاعتي في معاملات الانبعاثات اللي هي الجداول الموجوده على النت تبع الامم المتحده، بعد كده اجمع حاجتي وابتدي اعرضها على متخذ القرار عشان يشوف ايه الاجراء اللي ممكن يعمله. هل قياس البصمة الكربونية يتم من قبل أي طبعا أي مكان ممكن يقيس لنفسه بصمة كربونية طالما هو عنده ناس مؤهلة إن هي تقيس، لكن أنا لازم بيجي لي أوديتور يفتش عليا، ما في مواصفة يبقى في أوديتور، فالأوديتور ده لازم يجي يقول لي إذا كان القياسات بتاعتي صح مماثلة أو ممثلة المخزون أو جرد صحيح، ولا أنا ضربة الأرقام. طبعا حتة رفع النتائج دي، رفع النتائج ما فيش مؤسسة دلوقتي رفعت نتائجها، لان هو ما فيش يعني كل مؤسسة بتبدأ، احنا في مصر بدأنا ان احنا موضوع البصمة الكربونية ده حاجة جديدة، فبادئين كل شركة تقيس لنفسها حاجة جديدة. يعني انا طبعا انا بتكلم على ان انا شغاله في شركه ميه، وانتوا عارفين ان اسكندريه فيها الميه منفصله عن الصرف، فاكيد شركات الصرف بدات تقيس لنفسها برضه. يا جماعة انتوا عايزيني اعيد اللي هي النطاقات نفسها يعني؟ احنا قلنا يا جماعة طبعا لما انا هقيس لنفسي هيبتدي يظهر حاجه اسمها شهادات الكربون. يا جماعه شهادات الكربون دي كل شركه، انا لو في جرين زون يعني انا مثلا ما بنتجش كميه جرين هاوس جاز ادي شركه تانية، فهيبتدي يظهر اسهم ان انا اشارك بالبصمه الكربونيه بتاعتي مع شركه تانية، بحيث ان
احنا الاثنين نبقى ناجحين، وده البدء في السندات والشهادات الكربون الجديد، بس دي حاجة تانية خالص غير قياس البصمة الكربونية. انا هقول تاني الجزء بتاع النطاقات. انا لما بحدد نطاق بقول انا نطاق واحد او اتنين او تلاتة. واحد ده الدايركت اللي ناشئ عن العملية الانتاجية بتاعتي. العملية الانتاجية بتاعتي انا عشان انتج مية محتاجة ايه؟ محتاجة العنابر بتاعتي بتشتغل بالوقود، ومحتاجة نقل العمال بتوعي بالعربيات بتاعتي، محتاجة رو ماتيريال. فأي كمية أنا بستهلكها جوه المرحلة الإنتاجية بضربها في معامل الانبعاث بتاعي. الكهرباء هي اللي أنا بشتريها، دي في نطاق اتنين لوحدها. الكهرباء لوحدها في نطاق اتنين. نطاق تلاتة أي حاجة بتخدم على المرحلة. يعني مثلا في بعض عندنا بعض الناس مأجرة عربيات عشان تنقل الموظفين أو تنقل الحاجات، الإيجار أو التخلص من الويست أو نقل الموظفين بطيران في المؤتمرات، ده بيعتبر نطاق ثلاثة. أصحاب المؤسسات لهم ليهم معنى في الكورس. أي حد يا جماعة عايز كورس طبعا، عايز يفهم يعني إيه بصمة كربونية. يعني أنا ما كنتش طالبة، بس أنا كنت عايزة أفهم يعني إيه بصمة كربونية، وده جزء من شغلي جوه الشركة كمدير عام للبحوث والتطوير. ما بص يا جماعة، في تطبيقات طبعا في شيتات اكسل على التحضير اللي هي اليو ان اف تريبل سي، ده ممكن ان انت تدخل عليها الارقام بتاعتك او الاستهلاكات بتاعتك وتحسب لك البصمة الكربونية بتاع المؤسسة. بس احنا عندنا سبيشال كيس كده، ان ما فيش حد في العالم لسه بيستخدم كلور وشابة، عشان كده احنا موجود شيتات اكسل جاهزة للحسابات بتاعتهم. فعشان كده تجميع البيانات بيكون بالنسبة لشركات المياه والصرف صعب. انا قلت النطاق، هل ايه في حاجة تانية؟ هل يوجد رقابة على نتائج البصمة الكربونية؟ طبعا المفروض ان احنا في خلال السنة الجاية تقريبا لازم البصمة الكربونية تراقب من الدولة، وكل شركة هتقدم تقرير الإفصاح بتاعها وتعلن عن بصمتها الكربونية. احنا حاليا دلوقتي في تجميع البيانات والقياس. باشمهندس محمد، في حد عايز حاجة معينة ممكن يدخل صوته ويقول لي. اللي هي الأمثلة الحسابية أنا مش فاهمة، بس يعني حضراتكم بتتكلموا على نطاق ولا مثال حسابي اللي هو إيه؟ يعني على محطة المية زي ما أنا شرحتها حضراتكم فيديو بيقول مراحل انتاج معالجة المية. المية بتدخل عكرة على الخزانات بتاعة المية العكرة، علشان تترفع لازم تترفع ب بامبز، او البامبز دي بتستهلك كهرباء. علشان تتحرك من الخزانات بتاعة المية العكرة للمروق لازم اكون عارفه الجرعات قد ايه. عشان تتنقل من المروق للفلتر او المرشح برضو بتتنقل ببامبس فيها كهرباء، وفيها في نهايه المرشح بيبقى فيه جرعه كلور نهائي. في كل مرحله بحدد انا بستهلك ايه. لو انا بشحم اجزاء من اجزاء المعدات بتاعت المرحله نفسها بشوف زيوت التشحيم قد ايه. يقطع الكهرباء، هل المحطه هتقف؟ بيروح ناقل على الديزل، خط الديزل ده ان هو يشغل المحطه بالوقود. الاجراء اللي بعد الحساب بتاع البصمه الكربونيه زي ما انا قلت بيترفع لمتخذ القرار، ويبتدي يشوف اجراء يتخذ في تقليل بصمته الكربونيه. لو كان هو بيستهلك كميه كهرباء عاليه يشوف هو هيعمل ايه، هيتنقل ازاي من الطاقه الغير متجدده لطاقه متجدده. لو هو كان بيستخدم مواد مش صديقه للبيئه بدا يظهر مواد فود جريد
كانت وبدأت تستخدم كتير في السوق دلوقتي، وبدأت تاخد موافقات من الصحة. لو هو مثلا ممكن ان هو يشجر يساهم في عملية التشجير، يدخل في مواصفات ايزو عشان يوصل للتشغيل الامثل ويقلل من الاستهلاكات بتاعته. دي برضو اجراءات بتتخذ، ما هو في كل مرة هيقيس فيها، احنا قلنا لازم التقرير يبقى متسلسل، فكل مرة هيقيس فيه لازم ان هو يقارن نفسه بالقراية اللي قبل كده، هو عمل بروجريس ايه، التطوير اللي عمله. بص يا جماعة، بالنسبة للنطاق، احنا اتفقنا ان احنا عندنا 3 نطاقات اهم، في نطاق سكوب 1 وسكوب 2 وسكوب 3. سكوب 1 الحاجة اللي تخص الانتاج، اي وقود او اي عربيات بتنقل الرو ماتيريال بما فيها الرو ماتيريال نفسها اللي داخلة في العملية الانتاجية، دي بتعتبر بتتحسب على ان هي سكوب 1. سكوب 2 بنعتبره الحاجة اللي بنشتريها وليكن الكهرباء. سكوب 3 اي حاجه بتخدم على العمليه الانتاجيه، انا مأجره عربيات عشان عدد العربيات اللي عندي مش كتير، فالوقود اللي بتستهلكه العربيات دي بيدخل في سكوب 3. بتخلص من ويست، بتيجي شركه تنقلي الويست، بشوف كميه الويست اللي هي بتنقلها لي بالوزن، بشوف كميه الويست اللي انا بتخلص منها قد ايه ونوعها ايه، يعني الويست الكيميائي لو اميشن والويست الصلب لو اميشن، وهكذا. يا جماعة أنا بحدد نفسي إيه اللي بيخدم العملية وإيه اللي بيخدم على العملية. أدي مفهوم ال3 نطاقات أهو، لو واضح بالنسبة لكم. النطاق الأولاني الانبعاثات المباشرة، التاني والتالت اللي هو الغير مباشر.